السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، اليوم راح نسوي كباب بالطاوة أو المقلات. هذا اللي دا تشوفوه أمامكم، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي راح أحتاجها له اليوم الكباب اللحم بالمقلات. أحتاج عندي هنا نصف كيلو لحم مثروم، بصلة واحدة مع فص ثوم واحد. أحتاج بهارات شاورما اللحم أو 7 بهارات اللي متوفر عندكم. عندي هنا ملعقة صغيرة جدا فلفل أحمر. عندي هنا ملعقة شاي أيضا مملوءة من السماق. أحتاج ملح أيضا، وملعقة أيضا واحدة، ملعقة كوب واحدة مملوءة من الطحين. أول شيء راح أخلط، أريد أخلط يعني أثرم البصل كلش ناعم. بعد ما انتهيت من ثرم البصل راح أضيف الملح. إذا ما متوفر عندكم ثرامة البصل تقدرون أن تستغنون عنها، مبرشة قليل من الملح حسب الكمية حسب أنتم ما تريدون. أضيف السماق، أضيف البهارات، أضيف الفلفل الأحمر، وراح أخلطهم سوية. هكذا انتهيت من خلطهم مع بعض. هسه أفرغ البصل والبهارات فوق اللحم. وجبة لذيذة جدا وسهلة التحضير، وبسرعة يتحضر هذا الكباب بدون معاناة. تقدرون تقدمون مع الرز أو أي تقدموا مع الخبز، أي شيء أنتوا ترغبوا له. راح أضيف الملعقة من الطحين وأبدي أعجن بإيدي، أحاول يعني أن أعجن بهذه الطريقة. هذا النوع الكباب يحتاج إلى العجن، يعني عجن كثير، يحتاج للعجن والطرق نفس الوقت. تقدرون تطرقوا بهاي الطريقة. حوالي 10 مرات تضربوه إلى أن ما تشوفوا صار يعني متماسك. ما تتوقفون عن الضرب إلى أن ما تشوفوا صار كتلة واحدة، يعني من ترموها هالشكل صارت كتلة بهذا الشكل. هكذا صار عندي الكباب جاهز. هسه راح اسخن الفد مقلى على النار، اخلي بيها القليل من الزيت مو كثير، وراح ابدي احضره. هسه مثل ما تشوفون بعد ما انتهيت من طرق اللحم كله، هسه خليته على هذا السطح، نقعته شوية بالماء. وهذا البورد اللي عندي هو خاص للحم فقط، ما استعمله للسلطات. كل ما استعمله يعني للحومات اغسله، افضل ان اغسله بغسالة الصحون. اول مرة كلها انظفه بعدين اغسله بغسالة الصحون او غسالة المواعين. فاحاول افتحها كل هذا القطعة اللحم بهذا الشكل، على شكل مربع او دائري حسب المقلات اللي عندكم.
انا المقلاه اللي عندي هي مربعه يعني الشكل، فراح اسويه على شكل مربع. هكذا هسه اجهز المقلاة، سخنتها راح اخلي لها بس قطرات من الزيت، مو كثير من الزيت اخلي لها. هكذا مثل ما تشوفون دا اسخن المقلاة على النار، اخلي لها القليل جدا من الزيت بس كبداية، احاول اوزع الزيت على كل الجهات. هكذا واجيب اللحم، احاول افرغه. بس اشوفه اذا بدا يعني يتحمص شويه من التغير عليه شويه، بعدين راح ابدي اقطعه بهذا الشكل على شكل اصابع ومصافر. هسه بعد ما بدا يتحمص شويه من الاسفل راح ابدي اقطعه على شكل مصافر. بعدها راح ابدي اقلبها. هكذا أصدقائي انتهيت من تحضير الكباب. شوفوا صار نضج كله من الجهتين. هسه راح أقدمه مع الرز أو الخبز، أي شيء مع البرغل، أي شيء أنتم ترغبون تقدموه معه. فهو هذا شكله بسرعة يعني جهز، ما أخذ وقت طويل، وطعمه روعة يعني طعمه لذيذ لذيذ جدا، مثل يعني اللي نسويه على الفحم. هكذا أصدقائي انتهيت من تحضير كباب المقلاة أو الطاوة. طعمه رهيب رهيب جدا، ما يفرق عن طعم الكباب اللي نشويه على المنقلة.
فهي هذه وجب وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي بفيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.